خواجة كان بيشبه كل شيء إلا البشر. لك أنا أول مرة بعرف بأسماء رخيصة. إليك يلي بده يقبلني بده يكون مثلك رخيص. ما حدا بده ياكي. ولك شقفة تأجير ما قبل فيكي. انت شايفه لهذا اللي بيرفص النعمة؟ انا هلأ شايفته قدامي. انا اتفقنا بدنا كل سنة عمل من سوزان نجم الدين. الغيبة طولة والله. بتمنى 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 جدا بتمنى انه ما وقف شغل. بس انا ما فيني اشتغل الا كواليتي والا شيء بيحمل قضية وبيحمل رسالة وعمل هادف. غير هيك ما حتلاقيني ابدا. كيف بلدي الانتاج السوري هل بعد غياب من 2017 كقبض اليوم؟ كيف كان التعامل مع سوزان نجم الدين وانت دايرة انتاجات عربية كتير؟ والله مو مجاملة، كنت سعيدة جدا بكل التفاصيل اللي وفروا لنا اياها. ما بخلوا على العمل ابدا ولا نقصوا على العمل شيء، وحتى اجورنا اخذنا اجور كويسه من كلياتنا وكان كل شيء من احسنه. يعني دائما في لك ستايل واسم معين بكل مسلسل، هالمره انت اقترحتي الاسم ولا كان موجود؟ لا، هن كانوا عم يفكروا فيه، بس لما انا اجيت على العمل حبوا انه نوع من التقدير والمشاركة إنه نسموه باسم فيكتوريا، وخاصة إنه فيكتوريا أساساً بالعمل هي القضية الأصعب والشائكة أكثر، لأنه تحكي عن تجارة الرقيق، ما في أصعب منها. يعني ما في أقسى من هيك قضية ممكن تحملها، وهي محور العمل بحيث إنه الكل عم يدور عليها وبيقتلها وبده كذا 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 كذا. فالحمد لله اسمها مربوط بالملكة فيكتوريا وقت قررت تزور دمشق. يعني فيها كذا بعد. يعني هي التجربة أنا بفتخر فيها، وقديش كانت متكاملة وقديش صرفتوا وقديش جابوا نجوم ربنا. وبليز أرجوك حافظوا على هذا المستوى وأكثر. لتلاقينا موجودين كلنا. هلا فتحت أكبر شركة بالشرق الأوسط، الحمد لله أكبر شركة. يعني نطلب منكم أن دائما تحافظوا على الخلطة السورية، كمان دائما نشوف نجوم سوريين وأكثر وأكثر. نحن الممثل اللي بعيفنا بروح لغير بلد صحتين على قلبه، بس كمان عنا هون بنطلع نجوم. ما دخل صدق. معلش روحي، انا بحكي بكل شيء. انا طبيعتي احكي تمام. هلا سوزان دارت العالم ولساتها بتحب الشام. مو بس هون، ما بس انت ما بتعرف شيء، وين ما بتروح قدوتها سوريا. واليوم انا شايف دعم للشباب، يعني دعمكم للشباب، وانه اليوم بوجودهم مع الفنان سوزان نجم الدين كمان بيكبروا الشباب. كيف فرحان سوزان معنا ونجوم معنا. بس سوزان يعني مميزه حبيبي، تشرفت والله.